لكن انا عايز بس اقول لحكايه ان عشان شغله احنا في موروثنا، لو واحد مات موتت ربنا وهو يعني جد، العيال مش هتلعب كره في الشارع يومين ثلاثه، عشان بس ما حدش يقول ان الراجل اجبر. يا جماعه الولد مش متزن، بيعملوا فيه كده ليه؟ وليه بيغيروا صدور؟ البنت قالت كان ممكن اتسامح لو ابويا رجع سليم. انتوا ايه يا بني ادمين؟ انتوا ايه يا بني ادمين؟ لو ابويا جالنا جثه سليمه. الموضوع زاد المبال طين كمان يعني. انت تعرف يا سياده المستشار، انا من وجهه نظر النزول فتوح الملعب، نزول فتوح الملعب على طول، ده ممكن يخلي اهل المتوفي يزيدوا سخونه اكتر. يا باشا حصل امبارح وعنده اكتر ما يرضوش. أيوة. بقالهم شهرين يا باشا وهيزيدوا بعد نزل الملعب. هو انت دلوقتي قال لي كلمه ممكن يقول لك ايه؟ انا واقف انت مش في دماغه، ده راح نزل التمرين. لا عارف مبني، عارف مبني على ايه؟ اسامه طلبات الاستاذ اشرف عبد العزيز. على فكره لو كان في الاهلي كنا هنقول كده. يا استاذ يا جماعه اسمعوا، مستحيل والله كنا هنقول كده. هو ما جالكش اي معلومه مثلا المبلغ اللي عرضه فتوح على اهليه المجد؟ لا مش مبلغ، تم ايداع 35 كيلو فضة و750 جرام، تم إيداع للدية الشرعية اللي هي الأستاذ أشرف عبد العزيز صديق العزيز جاب بيها الفتوى، وحولت ليوم الحادث طبقا للفتوى بكام الجرام الفضة، فاتضح إنهم 1,750,000. تم إيداع. شايف المبلغ ده كافي يا كابتن؟ تم مفيش حاجة بس هكمل لحضرتك إيه اللي أوغر الصدور. إنه أهم طلب للأستاذ أشرف عبد العزيز كان أن أحمد فتوح، وهو كلام صدق يعني، ولد لأب وأم عجائز يعني، ربنا يخليهم له ويخليه ليهم، ولا يملك التفاوض وهو خلف للقضبان أو الاحتجاز. ده كله اللي قاله الأستاذ أشرف عبد العزيز أثناء ما هو ده أنا جاي لحضرتك. فهنا كان قرار المحكمة بإخلاء السبيل ب50,000 علشان ده بالذات. فأنت تطلع تروح تلعب كرة يعني على فكرة؟ هو تعقيبا على كده هو ما خدش، هو ما خدش إخلاء سبيل، هو قرار المحكمة وشأنها طبعا. ما انا بقول لحضرتك ولكن هو إخلاء سبيل وما جاش بسبب، بس هو عليه اللي هو بعد ما طلع وخد إخلاء سبيل. عموما في كل الأحوال احنا بس خلي بال حضرتك ان اهل المتوفي لم يتحدثوا قهرا الا في اليوم التالي لخروج فتوح، وارتضوا انهم يخرجوا على يعني مواقع وشاشات. قبلها كانوا قافلين على نفسهم.